والآن اسمحوا لي أن أدعو اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. معالي دولة رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، السيدات والسادة الوزراء والسادة السفراء والمحافظون، السيدات والسادة قامات وقادة العمل الوطني في مختلف المجالات خاصة السياحة والصحة، السيدات والسادة رؤساء وأساتذة الجامعات ورجال الأعمال والاستثمار ورموز العمل الخاص والأهلي، الحضور الكريم، إنه يشرفني ويسعدني الترحيب بحضراتكم جميعاً اليوم مع بدء فعاليات المؤتمر الدولي تطبيقات السياحة الصحية المصرية، والذي ينعقد تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. لقد حب الله مصر بمقومات طبيعية بموقع جغرافي فريد يتعين العمل على حسن استغلاله للاستفادة القصوى من كافة هذه الموارد والإمكانيات واستغلال الأمثل وبما يعظم من عوائد وثروات مصر من هذه الموارد والإمكانيات. ونظراً لازدياد تركيز الكثير من الدول في الآونة الأخيرة على تطوير قدرتها والاستغلال الأمثل لإمكانياتها في مجال السياحة الصحية بشقيها الاستشفائية والعلاجية، وهو ما نراه قد انعكس بشكل مباشر على الدخل القومي لها، وحيث تتمتع مصر بمقاومات هائلة في مجال السياحة الاستشفائية في العيون الكبريتية المنتشرة في ربوع البلاد والرمال السوداء والطقس المعتدل طوال العام وغيرها من مقاومات السياحة التي تضرب جذورها في أعماق التاريخ منذ العصر الفرعوني والروماني، وهو ما يوفر لمصر ركيزة أساسية قوية في هذا المجال لإقامة مشروعات السياحة الاستشفائية لتوافر مقاومتها بكثرة في مختلف أنحاء البلاد. ونشير في ذلك إلى أن الإحصائيات العالمية توضح اهتمام كبار السن والأثرياء بهذا النوع من السياحة، الأمر الذي يتضح معه أهمية البدء والعمل الفوري على إتاحة الفرص الاستثمارية لإقامة هذا النوع من المشروعات السياحية والترويج له. كذلك تتمتع مصر ببنية أساسية طبية ضخمة من مستشفيات وأطباء وأجهزة وتجهيزات طبية معاونة يمكن استغلالها في جذب الكثير من المرضى للعلاج في مصر، وذلك باستغلال خبرة مصر الطويلة في هذا المجال وتوافر كوادر طبية متميزة ذات سمعة عالمية، وموقع مصر الجغرافي المتميز الذي يتوسط العالم ويسهل الوصول إليه. إن حسن توظيف جميع هذه العناصر السابقة وتضافر جهود ووزارات وأجهزة الدولة المختلفة لدعم هذا المنتج السياحي الجديد والترويج له والعمل على جعله يتبوأ المكانة التي تتناسب ومقدرات هذا الوطن وإمكانات مصر في مجال السياحة الصحية، قد أضحى واجب وطني يتعين العمل سوياً لتحقيقه. السيدات والسادة الحضور الكريم، لقد بلغ حجم السياحة الصحية العالمية حوالي 104 مليارات دولار في عام 2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 273 مليار دولار عام 27، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية السياحة الصحية في تنمية موارد الدول وزيادة دخلها القومي. إن مصر شهدت خلال العشر سنوات الماضية إطلاق عشرات المبادرات الصحية التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يولي اهتماماً كبيراً بصحة المواطن المصري، والتي استفاد منها عشرات الملايين من المواطنين سواء في مصر أو القارة الإفريقية أو الدول العربية. كما أن صناعة السياحة في مصر تتوافر لها مقوماتها المختلفة، ومن ثم يتعين العمل على زيادة التدفق السياحي من خلال التركيز على أنماط السياحة الأخرى ومنها السياحة الصحية والاستشفائية،
وذلك بخلاف السياحة الترفيهية التقليدية، كما يتعين تسديد العقبات التي تحول دون زيادة هذا التدفق والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية لوضع هذه المقترحات موضع التنفيذ. وكذلك يتعين مواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال وإنشاء المنصات الإلكترونية والتطبيقات على الهواتف المحمول لتسهيلها على السائحين، ووضع منظومة قوية تعتمد على تيسير الإجراءات وتبسيطها للحصول على تلك الخدمات. السيدات والسادة، إن مصر تزخر بالثروات الطبيعية والمقومات البشرية التي تؤهلها أن تحقق نجاح كبير في هذا المجال، ونحن على يقين تام من استطاعتها تحقيق ذلك بفضل دعم القيادة السياسية لهذا الملف، وهو ما يظهر جلياً في رعاية فخامة السيد الرئيس الجمهورية لموضوع السياحة الصحية ومتابعته الدائمة لتنفيذه على أرض الواقع. ومن هذا المنطلق أتوجه بالشكر لفخامته على رعايته الكريمة لمؤتمرنا هذا ودعمه الكامل لهذا الملف الهام وكافة الموضوعات التي تزيد من معدلات الدخل القومي للبلاد. كما أنتهز هذه الفرصة وأطلب من جميع أجهزة الدولة المعنية التكاتف والعمل معا وبذل الجهد لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي وتحويل مصر لأكبر مقصد للسياحة الصحية في العالم، وهو هدف ليس ببعيد المنال، حيث أن لدينا الإمكانيات التي تدعم ذلك. وأود أن أشير في ذلك إلى بعض المقومات الطبيعية السياحية للسياحة الاستشفائية الموجودة بجميع أنحاء مصر، مثل كبرتاش، حلوان، عين السيرة، واحد سيوة، العيون الكبريتية المنتشرة في العين السخنة، وسفاجة، ومنطقة حمام فرعون، ومنطقة حمام موسى، ونبلة الحمراء بمحافظة البحيرة، وغيرها من المقومات الطبيعية الفريدة التي نحتاج إلى مزيد من الاستثمارات في هذا المجال. كما تقدر الإشارة أنه يوجد في مصر حوالي 1365 عيناً للمياه الطبيعية، من بينها عدد كبير من العيون الحرارية والكبريتية، ويزورها آلاف السائحين الأجانب والمصريين. وتعمل الدولة جاهدة على توفير كافة الخدمات وأماكن ووسائل الترفيه في تلك المناطق حتى يزداد الجذب إليها. السيدات والسادة، ومن ذلك المنطلق فإنني أنتهز هذه الفرصة لدعوة رجال الأعمال المصريين والأجانب للاستثمار في مشروعات السياحة الصحية، خاصة في ظل نجاح المشروعات القائمة مثل تلك الموجودة في سيوة وصفاجة وغيرها من التجارب الناجحة. كما تقدر الإشارة إلى نية التوقيع على هامش هذا المؤتمر على بعض عقود بروتوكولات مشروعات جديدة للسياحة الاستشفائية، والتي سوف يتم توقيعها غداً قبل انتهاء أعمال المؤتمر. السيدات والسادة الحضور الكرام، في نهاية كلمتي أرحب بحضراتكم جميعا مرة أخرى في بدء فعاليات هذا المؤتمر، داعيا الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لإنجاح هذا المؤتمر وتحقيق أهدافه، ومتمنيا لمصرنا الحبيبة أن تتبوأ أعلى المراتب العالمية في مجال السياحة الصحية، وأن تتضافر جهود أجهزة الدولة لوضع مخرجات المؤتمر موضع التنفيذ لدعم هذه الصناعة الهامة التي تعد محرك رئيسي للاقتصاد القومي، وذلك في ظل اهتمام الدولة الكامل ودعمها لملف السياحة بمختلف صورها، وفي ظل استراتيجية مصر 2030، وبدعم فخامة السيد رئيس الجمهورية لهذا الملف الحي والهام، إيمانا منه بأهميته للدخل القومي للبلاد، والذي نكرر شكرنا جميعا له على ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بنشكر حضرتك على هذه الكلمة.